والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. تخرج الأشعة من الشمس تدخل نطاق الغلاف الغازي للأرض، فالأشعة غير المرئية لا ترى، الحزمة المرئية تبدأ في التشتت على جسيمات المادة في 200 كيلومتر السفلى من الغلاف الغازي فقط. ولذلك نرى في هذه الصورة الدائرة الزرقاء المحيطة بالأرض، هذه طبقة النهار وهي طبقة رقيقة لا يتعدى سمكها 200 كيلومتر. تدخل فيها أشعة الشمس، تبدأ هذه الأشعة في التشتت وفي الانعكاس عدة مرات على هباءات الغبار الموجودة في طبقة الدنيا من الغلاف الغازي للأرض، على قطيرات الماء، على جزيئات الهواء، الأكسجين، النيتروجين، ثاني أكسيد الكربون. التردد هذا يخلط هذه الألوان أو هذه الموجات المختلفة ويعطينا بها ربنا تبارك وتعالى اللون الأبيض الجميل الذي نتمتع ببهائه في وضحة النهار. ولولا هذا النطاق 200 كيلومتر السفلى من الغلاف الغازي للأرض التي تتكدس فيها مادة الغلاف الغازي للأرض، أكثر من ثلثي كتلة الغلاف الغازي للأرض يتكدس في هذه المسافة الضئيلة 200 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، تتم فقط في هذه الطبقة الرقيقة جدا من الغلاف الغازي للأرض الذي يمتد لآلاف الكيلومترات، ولكنه لا يمكنه أن يشتت أشعة الشمس فيعطينا هذا النور الأبيض الجميل إلا في 200 كيلومتر السفلى من هذا الغلاف الغازي. هذه الحقيقة لم يدركها العلماء إلا بعد ريادة الفضاء، تأكد للعلماء أن نور النهار الأبيض الجميل لا يتجلى لنا إلا في نصف الأرض المواجه للشمس وبسمك ضئيل للغاية لا يكاد يتعدى 200 كيلومتر. هذه صورة حقيقية للأرض وأشعة الشمس تصلها، والكون من حولها في ظلام دامس، وطبقة النهار طبقة رقيقة للغاية تتبادل على سطح الأرض مع دورانها حول محورها أمام الشمس. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى والنهار إذا جلاها، وهي لفتة قرآنية معجزة، لأنه لم يكن لأحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده إلمام بهذه الحقيقة الكونية المبهرة أن الذي يرينا قرص الشمس هي طبقة النهار، وحينما تشرق الشمس وتصل أشعتها إلى الأرض نرى ظلمة الليل تتبدد بإنارة جميلة للغاية، سببها الأشعة المرئية القادمة مع حزمة أشعة الشمس والتي تتشتت عدة مرات وتنعكس عدة مرات على أسطح هباءات الغبار، على أسطح جزيئات البخار، على أسطح جزيئات الهواء، النيتروجين، الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون وغير ذلك، فتختلط هذه الموجات مع بعضها البعض لتعطينا هذا النور الأبيض الجميل. لذلك حينما تنطلق هذه الإشعاعات من الشمس لا تنير صفحة السماء، وتظهر الشمس كما أشرنا قرصا أزرق في صفحة سوداء، وكذلك النجوم أغلب النجوم ترى بهذا الشكل نقاط باهتة زرقاء في صفحة سوداء، لتؤكد على أن أصل الكون الأصل في الكون هو الظلام، وأن النور هو نعمة يمن بها ربنا تبارك وتعالى على أهل الأرض في نصفها المواجه للشمس. وكون القرآن الكريم يأتي من قبل 1400 سنة بهذه الحقيقة والنهار إذا جلاها، يعني حقيقة علمية دقيقة لا يفهمها كثير من الناس حتى في زماننا، في زماننا هذا. والقرآن يشير إلى رقة طبقة النهار في آيات أخرى كثيرة يقول فيها رب العالمين وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، وشبه ظلمة الكون ببدن الذبيحة، وشبه رقة طبقة النهار بجلد الذبيحة، فقال وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. نرى هنا في هذه الصورة يعني رقة طبقة النهار، قشرة لطيفة خفيفة تحيط بالأرض،
سمك 200 كيلومتر، ونرى الشمس قرصة أزرقا في صفحات سوداء. ولو نسبنا 200 كيلومتر إلى المسافة بيننا وبين الشمس نجد أنها لا تكاد تمثل شيئا. الشمس تبعد عنا بحوالي 150 مليون كيلومتر. إذا نسبنا 200 كيلومتر إلى 150 ألفا أو 150 مليونا من الكيلومترات نجد نسبة 1 إلى 750 ألف، نسبة لا تكاد تدرك على الإطلاق. وإذا نسبنا هذا إلى الجزء المدرك من السماء الدنيا وقدر قطر الجزء الذي ندركه من السماء الدنيا بحوالي 24 ألف مليون سنة ضوئية، يعني نصفه نصف القطر 12 ألف مليون سنة ضوئية. فإذا نسبنا ذلك إلى الجزء المدرك من السماء نرى أن طبقة النهار على أرضنا طبقة رقيقة للغاية لا تكاد تمثل شيئا، ولكنها طبقة هامة للغاية، لأنه بدونها ما استقامت الحياة على سطح الأرض. فلولا تبادل الليل والنهار ما أدرك الإنسان مرور الزمن، ولا استطاع أن يؤرخ للأحداث، وما استطاع أن يقيم بواجباته وعباداته، وما استطاع أن يؤدي حقوقه المفروضة عليه. ونرى في هذا الشكل كيف أن أشعة الشمس تنير نصف الأرض المواجه لها، بينما النصف الآخر في ظلام دامس. وكذلك القمر نصفه المواجه للشمس يكون في إضاءة أو في إنارة كاملة، والنصف الآخر في ظلام كامل. ومع دوران الأرض حول محورها يتبادل الليل والنهار مرة كل 24 ساعة، مع أن القمر عندما يدور فهو يدور ببطء حول محوره وبنفس سرعة دورانه حول الأرض، فيبقى وجهه المنير يعني يرى ويختفي بنسب مختلفة بالنسبة لأهل الأرض. وأهل الأرض لا يكادون يرون من سطح القمر أكثر من 50% إلى 59% نتيجة لترنح القمر حول محوره. تبادل الليل والنهار آية ثانية، أو الليل والنهار آية ثانية من آيات الله. لولاهما لزادت طاقة الشمس الواصلة للأرض فأحرقت الحياة، أو انخفضت انخفاضا شديدا فتجمدت الحياة. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات عديدة بتبادل الليل والنهار. ويقول رب العالمين: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه الحقائق التي تقوم على ركائزها الحياة على الأرض، طاقة الشمس التي تصلنا بقدر محدد في وضح النهار، ظلمة الليل التي تحتاجها الحياة أو أنماط معينة من الحياة حتى تركن الهدوء والراحة. في هذه الصورة يعني لقطة جميلة للأرض أخذت من سطح القمر، الذي في أسفل الصورة هو سطح القمر والذي في أعلى الصورة هي الأرض، ونرى نصف الأرض المواجه للشمس منارا بنور النهار، بينما نصفه الآخر غارق في ظلمة الكون. ونرى كذلك سطح القمر ينار بأشعة الشمس، بينما نصفه الآخر غارق في ظلمة الكون. هذه الصور العديدة التي أخذت للأرض من القمر تؤكد على كروية الأرض، وتؤكد على دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، وتؤكد على تبادل الليل والنهار على كل من سطحي الأرض والقمر. وإن كان القمر يطول فيه الليل إلى نصف الشهر ويطول فيه النهار إلى نصف الشهر، نرى أن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن سرعة دوران الأرض حول محورها تسمح بتبادل الليل والنهار في 24 ساعة، يتقاسم هو الليل والنهار 12 ساعة تقريبا، باختلاف بسيط عند الفصول السنوية المختلفة. ونرى الحكمة البالغة من ذلك، لأنه لو لم يتبادل الليل والنهار ما كان ممكنا للحياة الأرضية أن تكون أو أن تستقيم على الإطلاق. هذه أيضا صورة من الأرض من الفضاء، ونرى كيف أن الأرض غارقة في ظلام دامس،
الأصل في السماء أنها مظلمة، وأن طبقة النهار طبقة رقيقة للغاية في نصف الأرض المواجه للشمس. الإشارة القرآنية بحقيقة تجلية النهار للشمس إشارة علمية دقيقة للغاية، لم يعرفها الإنسان إلا بعد ريادة الفضاء، ولم يدركها أحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده. وذكر القرآن الكريم لها بهذه الإشارة الجازمة الحاسمة الدقيقة مما يؤكد لنا على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، ويؤكد لنا على صدق نبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي يصفه ربنا تبارك وتعالى بقوله العزيز: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أبيض. هذه الحقيقة العلمية التي لم يستطع الإنسان الوصول إليها إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين تؤكد لنا على أن القرآن الكريم وهو كتاب أنزل قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، احتواؤه على مثل هذه الومضات العلمية الدقيقة التي لم تكن متاحة لأحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده، هذه تؤكد لنا على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه على مدى 14 قرنا أو يزيد، وتعهد بحفظه حتى قيام الساعة ليكون شاهدا على الخلق أجمعين بأن القرآن هو كلام الله، وشاهدا بالنبوة وبالرسالة لهذا النبي الخاتم صلى الله وسلم وبارك عليه.